تحية طيبة مشاهدينا الكرام من استديوهات 218 نيوز في البلاد كارثة في غات مصيبة حقيقية في غات مصيبة سميها زي ما تسميها مصيبة إنسانية مصيبة أخلاقية ومصيبة وطنية كارثة إنسانية ليبية غير مسبوقة في مدينة منسية بالكامل مش قاعدة أبدا في حسابات الدولة الليبية الدولة الليبية الجديدة والقديمة مأساة إنسانية قاعدة تلخص في مأساة فزان من أيام القذافي إلى فبراير لعندها اللحظة الكارثية اللي قاعدين نحكوا فيها الآن أربع أيام مرت علينا والفيضانات قاعدة متواصلة وغاد قاعدة تغرق أربع أيام مرة كأنهن أربعين سنة على هلنا وعلى ناسنا وأهلنا في غد أنا متأكد الآن إن اللي نشوفه فيه واللي نشوفه فيه في الصور واللي تابعته في مساحات إخبارية سابقة شيء واللي قاعد يصير شيء آخر شيء مرعب كارثة حقيقية بكل المقاييس الواقع اللي غادي راه شيء مأساوي بكل المقاييس الإنسانية وغير الإنسانية نداءات مستمرة من المسؤولين في غات ومن هالنا في غات ومن منظمات المجتمع المدني في غات ولا حياة لمن تنادي كل هن بيانات وأوراق أهم الناس يتصلوا بينا مازالوا مازال ما وصلهم شيء مازال ما وصلتهم حتى حاجة في اليوم الرابع توجهت المنظمات المدنية وأهل غات للمنظمات الإنسانية والدولية ولبعثة الامم المتحده للدعم الانساني ومبعوثها في ليبيا. وهذا على لسان عميد بلديه غات اللي قال بالحرف الواحد: كنا نعتقد ان اربع ايام كانت كافيه عشان تصلنا النجده من اجهزتنا وحكوماتنا ولكن للاسف لا حياه لمن تنادي. الناس لعندها اللحظه لم يصلهم شيء، لم تصلهم الا الوعود. باستثناء طبعا قوافل الخير والمساعدات الانسانيه غير الحكوميه وجهد والشغل بتاع الهلال الاحمر اللي طبعا لهم اعظم تحيه يا الان يا ناس راهو اللي قاعد ساير في غات كارثه كاينه بالمناسبه اللي في غات راهم ليبيين لان في ناس تنسى والله ليبيين بلكي في حد ناسي نحن نذكره قاعدين الان نستنهض فيكم وفي ليبيتكم وفي انسانيتكم وواجبكم الاخلاقي والوطني نزوح قاعد بالالف مفقودين وقتلة اختلاط ابر الميه قاعده مختلطه مع الصرف الصحي ومع المجاري اكرمكم الله قدامك الان مجموعه سلسله من الكوارث الانسانيه والبيئيه والماديه نبوا الان فزع ليبيه حقيقيه راهو تم اتلاف كل المخزون الغذائي في المدينه في نفاذ حتى للمخزون الغذائي انهيار كامل في غات القصه اسوا مما نشوفه ونتخيله هذا الان طلب ونداء استغاثه عاجل على الجميع حكومات ومسؤولين وسلطات إذا في هالبلاد هذه فيها سلطات فعلا المطلوب الجميع الآن يتحملوا مسؤولياتهم لأن الوضع خطير جدا الوضع كارثي قلناها ألف مرة كارثي نداء عاجل نداء استغاثة لمنظمات العمل المدني نداء عاجل لكل ليبيا أو ليبيا يقدر أن هو يقدم أي شيء لأهله واخوته وناسه في غات راهو حياة أكثر من ثلاثين ألف ليبي الآن في خطر ثلاثين ألف ليبي مهدد بالتشرد والضياع والموت وطيح السعادة الآن إذا ما تحركناش تو الان شنو اللي بيحركنا مرات تتساءل اذا ما توحدناش الان شنو هو اللي بيوحد الليبيين اذا ما توحدوش في كارثه وفي مصيبه زي هالمصيبه راهو هذا اختبار حقيقي الان للنسيج المجتمعي اللي يحكوا عليه ويسمعوا عليه 24 ساعه بالله عليكم ما تخلوش هالناس برواحهم يواجهوا في مصير مرعب ما نقدوش عاد نحن والزمان والمصايب والكوارث على غات كفيهم اللي فيهم نداء عاجل لكل بيه أو ليبي مؤمن أن في ليبيين كيف كيفهم شاء حظهم السيء أن الظروف السياسية التاريخية تكون ضدهم وأن الجميع يكون ضدهم. هلنا المنسيين الآن في غات وفي الجنوب وفي فزان؟ هلنا في غات اللي خذلتهم الحكومات دون استثناء؟ خذلتهم السياسة وخذلهم التاريخ وخذلتهم لعنة الجغرافيا. والله غير عادل أبداً غير منصف اللي قاعد يصير في غات. كل لحظة ضاعت من عمر بناء ليبيا في 42 سنة فاتت فترة القذافي كل لحظة ضاعت من بناء ليبيا في الثمان سنوات اللي فاتت في فبراير تخليك تدرك فداحة تضيع الوقت إهدار وقت ليبيا والليبيين الآن بس تدرك فداحتها شوف الآن كيف كيف استقبلوا أهل غات العيد استقبلوا بمصيبة بكارثة حظ سيء ما نش عارف إذا إذا النوازل ومصايب وكوين زي هذه موحدتنا نشن هو اللي بيوحدنا بصراحة كيف يرضى أي حد إنه هو يشوف مدينته مدينتنا مدينة غات الليبية كيف يرضى أن هي تدمر يشردوا أهلها وناسها ويقدوا في الخيام وفي الصحراء في بلد النفط في بلد الثروات الطبيعية البلد الغني بكل شيء لكن فقير برجال الدولة الحقيقيين اللي ما يشوفوش إلا في ليبيا يرقدوا وينوضوا على ليبيا فقط في شيء آخر نستنهض اليوم راهو في همم الجميع دعوة الآن مفتوحة لنسيان أي شيء وتذكر عنوان واحد فقط أن في مدينة ليبية الآن قاعدة تواجه في واقع مرعب مأساوي هذا اللي كان ناقص على اثر غياب الدوله على اثر التقصير غير المبرر ولا المفسر من كل الحكومات تجاه اهلنا في الجنوب ورغم تغييب الجنوب الليبي وتغييب فزان من المشهد تماما على اثر صبر اهلنا في الجنوب على اثر تحملهم للمغامرات السياسيه على اثر تحملهم للانقسام السياسي اللي بين الشرق وبين الغرب وعلى اثر دفعهم لثمن هالانقسام من جيوبهم من مستقبلهم من مستقبل ابنائهم على اثر جتهم هالكارثه والمصيبه اللي انا مصر ان هي كارثه كان من الممكن تجاوزها لو كان في دوله لو كان في برامج سابقه لو كان في مشاريع سابقه للدوله الليبيه في غات المنسيه غات الليبيه المنسيه اللي الان متروكه لقدرها تواجه في مصيرها بنفسها بلكي يا سيدي انا مبالغ خلونا نشوفوا يا سيدي نشوفوا مع بعضنا المشاهد اللي توصلنا في الـ 218 نيوز من غات ومن مراسلنا في غات يا ريت المخرج يعطينا جزء خلونا نشوف المشاهد اللي وصلتنا الان اخر مشاهد وصلتنا الان من غات i no, want to بالله الان هذه مش مش كوارث مش مصايب او او لها اسم اخر يعني لا اعتقد ان في اسوء منك لا اعتقد ان السيناريو المرعب هذا ونحن قاعدين نتفرجوا على مدن ليبيه تاخذ فيها سيول زي ما ليبيا واخذها سيل الانقسام من قبل لا اعتقد ان السيناريو هذا خطر في بال او في توقعات اكثر الناس تشاؤما من, من الواقع الليبي الراهن وفي حاجه نبي نقولها نبي نوقفوا عليها شويه راهو غات الان قاعده تنتظر في تكاتف الجميع في تكاتف الحكومات في تضامن الجميع كل الليبيين غات راهي ماهيش سلعه معروضه في المزاد السياسي اللي عنده مشكله سياسيه او عنده بزنس سياسي يا ريت والله ياجله شوي واللي عنده مساومه سياسيه او عنده بزنس سياسي يشوف انه ما يقدرش ياجله يا ريت يدرس لنا شوي على اليمين الناس يمارسوا لبيتهم ويمارسوا وطنيتهم وينسقوا الجهود لدعم ومسانده وانقاذ غات المنكوبه والمنسيه هذه راهي من جديده بالمناسبه حتى حتى مدارس ما فيها غات في الجنوب راهو كلمه كارثه مرات غير منصفه اصلا للي قاعد يصير الان جيبوا لنا تعبير اخر خلونا نقوله خلونا نقوله نشوف الصور يا ريت نشوف الصور احنا قاعدين نتكلموا الان على ماساه انسانيه ليبيه غير مسبوقه وبالمناسبه نبي نوجه تحيه وشكر لكل منظمات الاغاثه المحليه وشكر لاهلنا تحديدا في تراغن وشكر للقائمين على قافله المساعدات في قافله 14 سياره بتاع المساعدات واسعاف اللي طلعت من تراغن تحيه وشكر وتقدير للجميع اهو نبو كلنا نكونوا نكونوا ليبيين الليله يا سيدي نكونوا كلنا ليبيين بكل بساطه 90% من سكان المنطقة الآن قاعدين مشردين صدق أو لا تصدق الصور اللي شوفوا فيها الآن في ليبيا لليبيين تركهم الجميع لما خذل الجميع الجميع في ليبيا في مرحلة من أسوأ مراحل التاريخ الليبي قديش اللي يصير قاعد يخوف فعلا من المستقبل تخاف من المستقبل ايش تبي تقول الآن لأبنائك والله أحفادك شو نقولوا لأبنائنا وأحفادنا في المستقبل وهم قاعدين يشوفوا في تاريخ التخاذل العظيم هذا عادي يقولوا لهم مدينة ليبية ومناطق ليبية شردوا هلها قعدوا في الصحراء مات منهم اللي مات الشرد منهم اللي شرد وما فيش مشكلة ونحن قاعدين شاقين بصراعات وهمية على شرعية وهمية الآن الشرعية الوحيدة الحقيقية اللي شوفوا فيها الآن بصراحة هي شرعية التضامن الليبي مع أهلنا في غات أجلوا أي شيء آخر الناس الليبيين اللي قاعدين في غات وفي فزان اللي بين تو الميه مقطوعه غادي الضي مقطوع الطرق مقطوعه بجحيم ارضي حقيقي الان في غات ما فيش اي مبالغه اصلا لما تبي تشوف الان شو معنى لما تكون عندك فيضانات تجي تمسح مدينه بالكامل في 90% من هالها مشردين معناها المدينه هذه لا فيها بنيه تحتيه ولا فيها بنيه فوقيه وما فيها اي شيء اصلا لا فيها خدمات ولا فيها مؤسسات ولا فيها اي شيء والله بسم الله عليكم يا هلنا في غات مانيش عارف شو نقول اعطونا نشوفوا فيديو اخر من المواد اللي وصلتنا، خلي الناس تشوف معانا حجم الكارثه، نشوفوا حجم المصيبه. <applause>

那行，OK，是不是？ <applause> خضره رافع <applause> على حوشك <applause> وين رافع خضره بيطلع مدينه ليبيه قاعده تغرق في الـ 2019 وتقريبا المشاهد هذه ترجمه حقيقيه للغرق الكامل اللي قاعده فيه البلاد منازل ليبيه في غات الليبيه تفرج الان شوف شوف حجم المصيبه شوفوا الان الكوارث اللي قاعده تصير شكل البيوت في الجنوب الليبي اساسا حتى قبل الفيضان تقريبا الصوره قاعده تتكلم بوضوح تحكي بوضوح وتترجم في حجم الكارثة المستمرة قبل وبعد الفيضانات اللي دمر غات راهو لما جيت تشوف تبي ال... تبي الواقع الحقيقي مش الفيضانات اللي دمرت غات اللي دمر غات انه ما شيء اسمه دولة اصلا في فزان من ايام القذافي وقبلها وفي عهد فبراير لا في منظومة ولا في دولة ولا في ناس او مسؤولين يبوا يديروا دولة اصلا او عندهم رغبة شوف الان المشاهد اللي قاعدين تتفرجوا عليه لا يمكن يكون شيء صحيح اللي قاعد يصير لا يمكن يكون في تفسير ولا يمكن يكون في تبرير الا التخاذل التخاذل في اوجع معاني شوف الصور بالله عليك هذا الان اللي فضل ليبيين في بلادهم قاعدين في خيام بسبب كارثه طبيعيه غير طبيعيه ليش غير طبيعيه لان لو كان في مسؤوليه ولو كان في رجال دوله ولو كان في دوله بالاساس ما كانتش الفيضانات هذه دمرت كل شيء الان فيضانات قاعده تكشف الوجه الحقيقي للماساه من جديد نداء استغاثه عاجل وطارئ من جديد عبر قنوات 218 لكل الحكومات وكل المسؤولين وغير المسؤولين لكل منظمات الإغاثة ولكل المنظمات المحلية ولكل ليبيا وليبيا يقدر يعاون أو يقدم أي شيء يقدم أي شيء لغات المنكوبة غات المنسية غات الليبية ريت أنه يعجل يسارع ويعطي اللي يقدر يعطي قدامنا الآن أزمة قدامنا كارثة ليبية صرف لازم توحدنا بالكامل ربما والله نختلف ونتفق على أي أمور أخرى لكن اخلاقيا وطنيا وليبيا لازم نتفقوا لازم عاد نقعدوا في صف واحد في القضيه هذه لانقاذ ما يمكن انقاذه في غات والمناطق اللي قاعده محيطه بها وفي الجنوب ما تخلوش هل عاد في غات برواح ما تخلوهمش ييئسوا من كونهم ليبيين الان راهو البلاد اللي ما تلقاش فيها حقوقك ما تلقاش فيها سقف يحميك راهي والله ما تسمى بلاد راهو والله ما تلوم واحد الان في الجنوب الليبي يطلع ويكفر بالوطن بالكامل اللي ما وفرلاش سقف امن يحميه. شنو هي البلاد؟ شنو هو الوطن اللي تقعد فيه في خيمه؟ راهو الكارثه لها ابعاد لها ابعاد خطيره وعميقه، راهو هذا جرح غائر اللي يشوفه فيه الان. قاعد يذكر بالف مصيبه سابقه والف مصيبه لاحقه. قاعد يفتح في ابواب الشك في قضيه الروابط الوطنيه اذا استمر الوضع بالطريقه هذه اللي يشوفوا فيها الان، الطريقه الشنيعه هذه. الان الشيء الصحيح المتاح هو التعاون والتضامن الوطني، انسى اي شيء اخر. حمل المسؤولية بشكل تضامني بين الجميع غرب شرق في كل مكان من غير أي مزايدات من غير أي مساومات من غير أي تصنيفات محاولة استغلال الوضع عشان حرب التصفيات السياسية الرخيصة هذا شيء غير مقبول هذه كارثة إنسانية الآن طبيعية من صنع الإنسان من صنع معادلة التهميش الحقيقي التاريخية مسيبين الناس مخلينهم أكثر من خمسين سنة في هذا الوضع السيء ليبيين لهم حق متساوي مطلق مع الجميع اي ليبي قاعد في الشرق ولا الغرب ولا في اي مكان. ايش تبي بعد اللي تشوف فيه الان؟ لو كانوا نشوفوا فيديو اخر اذا عندنا فيديو اخر موجود عندنا في غرفه الكنترول نشوفوه نرجعوا من جديد نعلقوه. <سؤال> تعال صور صور. لا لا يا. حوش عايد هذا.

تحولت لبحيره من الميه المختلطه بمياه الصرف الصحي الفيديو اللي شفناه شنو يقول الفيديوهات هذه كلها شنو نشوفه فيه انا نشوف فيه الان في سؤال سؤال واحد فقط مطروح من اهل غات وين الليبيين وهل نحن ليبيون ام لا هذا هو السؤال اللي نشوف فيه الان في المشاهد كلها شنو هو سر التخاذل المروع الشنيع اللي نشوفه فيه الان مع الشكر طبعا من جديد لكل الهلال الاحمر وايضا ونثمن دورهم اللي قاعدين الان في سباق مع الزمن لانقاذ ما يمكن انقاذه من الوطن ومن كل المنظمات وانقاذ ما يمكن انقاذه من غات وانقاذ ما يمكن انقاذه من ليبيتنا اللي, اللي وضعت الان وضعتها الفيضانات هذه وضعتها على المحك شوفوا راه بديت حتى الامراض تنتشر الان في كارثه في مصيبه بيئيه الان الان في مصائب في مصيبه بيئيه الان قاعده في كارثه قاعده تاخذ في ابعاد ابعاد كبيره جدا ابعاد خطيره غات القدم قطع عليها السيولة المالية من شهور جاتها سيول من نوع آخر من سوء الحظ سيول مدمرة هل غات كانوا يرجوا في سيولة وكانوا يرجوا في في دور الدولة المسؤولة عن مواطنيها في غات جاتهم سيول وفيضانات مع العيد مرة أخرى ما تخلوش الناس وحدها ما نقدوش نحن عدو الزمان والحكومات الليبية اللي ما منهاش أي فايدة عليهم نداء استغاثة عاجل لكل مدينة لكل مسؤول في مدينة ليبية وأيضا نداء لعمداء البلديات كلهم في الشرق وفي الغرب راهو الآن لعبة والله فقط على البلديات اللي الحكومات مقطوع منها الرجاء والأمل دور كل البلديات الليبية الآن دوركم الآن وطني تاريخي اللي يقدر ينظم ينظم اللي يقدر يحشد يحشد اللي يقدر يدير قوافل ويدز قوافل مساعدات يدزها البلديات الآن الان يا اهلنا في شحات في البيضه في بنغازي في طرابلس في مصراتة في كل مكان في اي منطقه في اي قريه في كل مدينه ليبيه عمداء البلديات الان في الشرق في الغرب الجميع يقدر يساهم الان في انقاذ الليبيين اللي في غات الليبيه المدمره المنكوبه والمنسيه نتمنى الان من كل عمداء البلديات اللي قاعدين يشوفوا معنا الان في الحلقه ويشوفوا فيها المشاهد الشنيعه هذه لاهلهم واخواتهم وناسهم في غات انهم يتحركوا باقصى سرعه ممكنه نحن قاعدين راهو في سباق مع الزمن. في سباق مع الوقت، في سباق مع الخيارات، مع الازمه ومع الكارثه. في ناس الان يرجو فينا في غات، في ناس مشردين، في ليبيين قاعدين الان في خيام. في مفقودين وفي كارثه بيئيه، في كارثه صحيه، في كارثه ماديه. راهو ما عندهم حد. غات الليبيه الان قاعده تستغيث. ترجى في الليبيين ان هم يجوا واجبهم الوطني. واجب وطني ما فيهاش كلام اخر، التخاذل ماهوش خيار ابدا. هضمها لنا هذه مدينتنا كل مدينة ليبية هي مدينتنا بالمناسبة وهي لنا بتاعنا رغم أنف الأوضاع الأمنية والسياسية رغم الانقسام آه غات قاعدة تستغيث الأمور راهو قاعدة الآن تخرج على السيطرة البلديات مسؤولي البلديات عمداء البلديات عندكم القدرة على التحرك وزي ما وحدت ليبيا في اجتماع شرحت اول اجتماع بلديات على مستوى ليبيا وفي الاجتماعات اللي بعدها تقدروا اليوم تعطونا النموذج الوطني الصحيح زي ما عودتونا دائما ونحن متعودين على مواقفكم الوطنيه اللي ما يقدرش حد يزيد عليها البلديات مسؤوليتها كبيره الان نرجو في تحرك عاجل في تحرك طارئ من كل عمداء بلديات ليبيا في الشرق وفي الغرب في كل مكان اه نحكوا بكل شفافيه ووضوح راهو الوضع الان في غات ومع حول غات والمناطق المتاخمه لها اسوا ابواج بمليون مره من المشاهد اللي شفناها مبدره في مساحتنا الاخباريه السابقه واللي تشوفوا فيها على قنوات 218 الان الفزعه يا اهلنا الفزعة يا ناس ويا ريت كل مسؤول زي ما ذكرنا والله يا ريت يأجلنا شوية يضع معارك سياسية هذه الشخصية وحرب سياسية يا ريت يضعها على جنب أو يدرس هو على جنب إذا ما يقدرش يأجل خصومته السياسية نبي شوفوا قوافل توصل غات في 24 ساعة نبو شوفوا مواقف تجعل أهل غات يؤمنوا أنهم قاعدين في بلادهم في وطنهم اللي عنده حسابات سياسية يا ريت يأجل نلحقوا على المحاصصة ونلحقوا على الكولسة نلحقوا على تصفية الحسابات اقل حاجه عاد يجد عندنا مكان وطن تجد عندنا ارض نقدر نصفوا عليها حساباتنا بعدين لان اذا استمر الوضع وضع مؤشر خطير اذا استمر الوضع بالطريقه هذه والله ما عاد نلقوا بلاد نتعاركوا عليها ولا عاد تلقى ارض اصلا تتصارع عليها المؤشرات كلها الان على الضوء الاحمر في غات وفي ليبيا اللي مطلوب شيء واحد مطلوب تكاتف وطني مطلوب ايمان بقضيه المسؤوليه التضامنيه اللي لا يستثنى منها احد كلنا مسؤولين بشكل مباشر وبشكل واضح الان في هاللحظه هذه في انباء موجوده عندنا وصلتنا الان ان في اطفال مفقودين في غات في بعض الاسر ما زالت عالقه للاسف نبوا نشوفوا لجان تشكل بسرعه الان من كل مكان في ليبيا نبوا الجميع ينزل بثقله ينزل باللي عنده ما فيش واجب مقدس ما فيش واجب وطني اقدس واهم من انقاذ غات من مصير مرعب الان خلي عندك باقي كلها قضايا وهميه باقي كل معارك خلفية ما فيش شيء أهم من التحرك السريع الطارئ العاجل لاحتواء الأزمة والكارثة وما زال في فرصة للتقليل حجم الخسائر إلى الآن ما زالت المساعدات اللي توصل نحن والله نقدر ونثمن كل الجهود إلى الآن راهي ما زالت متواضعة ما زالت ما هيش في حجم الحدث نبو فزعة حقيقية ليبية كبيرة تنهي الوضع الشنيع اللي في غات من جديد نداء متكرر وتكرر من جديد لكل من يقدر يساهم في اعاده التوازن غادي في مدينه نغات، راهو الامور سيئه جدا جدا للغايه، غات تستغيث فهل من مغيث؟ غات الان تناشد فيكم ليبيتكم قبل كل شيء واي شيء. غات الليبيه المنسيه قاعده تستغيث، المدينه الليبيه سيئه الحظ، ما تخلوش الناس بروحهم ما تخلوهمش للامراض وانتشار الاوبئه وللضياع والتشرد. ليبيين قاعدين في خيام، ليبيين قاعدين يغرقوا وغرقوا. وكان من المفترض ان الماساه هذه ما تصيرش بالاصل. كان من المفترض ان الكارثه اللي زورنا نقول ان هي كارثه طبيعيه وهي من صنع الانسان هذه كارثه من صنع البشر من صنع الاهمال من صنع غياب المشاريع غياب البرامج غياب الدوله اصلا وغياب اي شكل من الاشكال المؤسسات في الدوله بعدين محتاجين نشوفوا تعامل حقيقي تعامل استثنائي مع الوضع محتاجين لمهارات استثنائيه تتعامل مع الوضع محتاجين لاداره ازمه محتاجين ان الجميع الان يكونوا في حجم مسؤولياتهم محتاجين ان كل الحكومات تكون في حجم مسؤولياتها متخذي القرار الان لازم يكون لازم يكون في مسؤوليتهم التاريخيه في حجم مسؤولية تاريخية الوطنيه راهو الازمه هذه او الكارثه هذه في غاية حتحدد الامور كيف تمشي بعدين في المستقبل كارثه قاعده تمثل في اختبار صعب في اختبار حقيقي الان نشوفه فيه اختبار لمتخذ القرار هذا بعدين حيقول لنا ينبئ بمدى صلابة الكيان الإداري الليبي أو هشاشته إذا كان متخذ القرار الحقيقي الفاعل واللي يجابه الان الموقف الازمه هذا بروح الشفافيه والوضوح مفروض انه ينأب نفسه عن سلطويه القرار عن مركزيته عشان يقدر يشارك الجميع الان في فريق الازمه فريق ازمه ليبي من الجميع مسؤولين وغير مسؤولين للوصول للحل وصول الى حل ناجح فاصل قصير ونكون معكم من جديد إذا ما زال الوضع الكارثي مستمر نتكلم على أكثر من أربع أيام في أزمة إنسانية وفي كارثة حقيقية الآن في مصيبة سميها زي ما تسميها موجودة في غات محتاجة لتكاتف وطني محتاجة أن كل حد يشيل الموضوع بمسؤولية تضامنية خلونا نشوفوا التقرير وبعدين نرجع من جديد للتعقيب منذ أكثر من أسبوع ومدينة غات تعيش أزمة تسببت بها الأمطار الغزيرة التي نتج عنها فيضانات خلفت أضراراً في كافة أنحاء المدينة، تأثر منها أكثر من 20 ألف مواطن ونزح أكثر من 2500 إلى مناطق قريبة، فيما توفي حتى اللحظة أربعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وأصيب ثلاثون آخرون بجروح طفيفة. عضو لجنة الطوارئ والأزمة في غات حسن عيسى في تصريحات لـ 218. أكد أن المدينة التي تشهد سيولا وفيضانات خطيرة منذ أيام لم تستقبل أي مساعدات حقيقية حتى الآن، رغم الإعلان عن صرف عشرات الملايين بشكل فوري لإنقاذ المدينة، وأشار عيسى أن أعداد النازحين يتزايد بشكل متسارع بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في منسوب المياه بأودية جنوب غرب غات. فيما اشار الناطق باسم جهاز الاسعاف والطوارئ الدكتور اسامه علي انه تم تشكيل غرفه عمليات مصغره بمكتب اسعاف العوينات لمتابعه الوضع ووضع خطه لانقاذ المدينه من كارثه انسانيه تهدد المواطنين محذرا من سيوله قادمه من الجزائر عبر الوديان الى مناطق تهاله وغات والبركت معلنا رفع درجه الاستعداد القصوى زي ما الجميع قاعد الان يتابع نتكلموا ان راهو في 30 الف ليبي حياتهم مهدده ومستقبلهم مهدد بالتشرد وبالضياع وبالموت وفي اسر ما زالت عالقه وفي مفقودين في عدد كبير من المفقودين من جديد النداء متكرر ونداء مفتوح عبر قنوات 218 للجميع ان اي حد يقدر يساهم اي ليبيه او ليبي يقدر يساهم باي شيء يقدم الان في سبيل انقاذ ما يمكن انقاذه من غات الليبيه وانقاذ ما يمكن انقاذه من ليبيتنا في مدينه غات انه هو يسارع باقصى سرعه ونداء من جديد لكل البلديات اللي في ليبيا عمداء البلديات منظمات الاغاثه المنظمات المحليه المنظمات الدوليه الجميع الحكومات مسؤولين وغير مسؤولين الجميع الان قاعدين كلنا راهو في مسؤوليه تضامنيه تكلموا على ماساه انسانيه والله غير مسبوقه الان. تسعين في المية تكلموا على من أهل المنطقة قاعدين مشردين الآن بيوت كلها مدمرة مدينة بالكامل قاعدة غرقرة ومش معروف الآن في ترجيحات حتى في في الأرصاد الجوية أن الأمور هذه حتستمر ربما حتكون في فيضانات قاعدة الآن حتجي بعد شوي الوضع غير مقبول بالمرة إطلاقا ونشكره من جديد ونثمن كل المجهودات الإنسانية وكل جهود الهلال الاحمر ومنظمات الاغاثه لكن راهو حتى المساعدات الوسطى والله ما زالت متواضعه ما زالت في حجم الكارثه في حجم الحدث الان الجنوب قاعد الان يدفع في ثمن باهظ بصراحه ثمن حقيقي يعني على اثر المصايب الموجوده الان لم تتكلم على غات ولا لما تتكلم على فزان والجنوب الليبي بالكامل عندك ظاهره الارهاب عندك ظاهره التهريب عندك ظاهره الهجره القانونيه عندك الوضع الاقتصادي المنهار والاقتصاد اللي اصبح معتمد بالكامل على التهريب وعندك عاد الكوارث الطبيعية هذه اللي نا من جديد نقول أن هذه كوارث من صنع الإهمال. مش كوارث طبيعية. في إهمال ممنهج قاعد. ملاش ما نقدرش نفهمه بشكل آخر بصراحة. مهما تفترض حسن النية الآن. في وضع إنساني غير صحيح. ومن جديد نداء للجميع. هذه فزعة ليبية حقيقية اليوم. راهو اللي قاعد تصير غادي والله كارثة. والله الصور اللي شفناها والمقاطع اللي شفناها والتقارير اللي شفتوها على مساحتنا الاخباريه شيء والواقع غادي في غات شيء اخر مختلف واقع مرعب واقع محزن ليبيين قاعدين في بلدهم قاعدين في خيام في مدينه ليبيه تغرق في سابق عمرها ما صارت تغرق بالكامل تدمرت مدينه بالكامل وضع غير مقبول وضع انساني كارثه مصيبه سميها زي ما سميها ما تعرفش ما تقول فيه الان نداء للجميع أن يترك أي شيء وينسى أي قضية هو قاعد منشغل بها الآن أقدس قضية الآن في اللحظة هذه إنقاذ مدينة غات المنكوبة الليبية المنسية راهم ليبيين في غات اللي في غات ليبيين وخلونا نذكره عارفين في ناس تنسى في خضم هالقصة هذه كله في الانقسام السياسي وفي الجاري وسباق المفتوح هذا على المصالح السياسية راه في ناس تنسى في ناس شيء للجنوب اساسا من بالها مش موجود لا في اولوياتها لا في سلم اولوياتها ولا في اسوأ اولوياتها شيء غير موجود بالمره من جديد نذكره الوضع غير صحيح انت الان تتكلم عن ابعاد خطيره حتى اخذ الكارثه هذه تتكلم على مستوى صحي على مستوى بيئي وتنتشر الان الامراض الادويه مش موجوده المخزون الغذائي كله نفذ بالكامل ما فيش تم تدميره كله عندك كارثه تاخذ في ابعاد خطيره جدا عندك ازمه نزوح عندك ازمه كبيره الان ماديه انسانيه ناس مفقودين الان لأنتم ما شفناش لجان تتكون بسرعه نبوا نشوفوا لجان من كل مكان في ليبيا نبوا نشوفوا شغل حقيقي الان مانيش عارف هذا ربع يوم وعميد بلديه غاد قاعد تصرح قال كل النداءات وكل شيء الان وعود ما في شيء في ربع يوم الشيء اللي خلانا واضطرنا ان احنا قاعدين نوجهوا في نداءات استغاثه للمنظمات الدوليه والانسانيه والعالميه ما زال مش وصلهم شيء الناس كلنا قاعدين نشوفوا في صور الإغاثة اللي تجي من هنا من الحكومة هذه أو من الحكومة اللي غادي لكن ما زال ما وصلهم شيء يراه الناس ما زال كل شيء اللي يوصل ما زال ماهوش في مستوى حجم الكارثة اللي قاعدة تصير غادي في غات كارثة حقيقية من المفترض أن كل الطاقات تسخر في اتجاه إنقاذ مدينة غات الآن ما أعتقدش أن في قضية أهم من إنقاذ مدينة 90% تم تدميرها منها 90% من أهلها الآن نازحين ومشردين قاعدين في الصحراء في خيام ما أعتقدش أن في شيء أهم في ليبيا وفي القضايا الليبية الآن كلها معارك خلفية كلها وهم في وهم كلها صراع على شرعية سياسية وهمية غير موجودة أو الصراع الحقيقي الآن ليبيتنا موضوعة على المحك زي ما وضعت الليبية على المحك الهوية الليبية وضعت على المحك من فترة طويلة شيء ما تقدرش تفهمه إطلاقا الآن الأرقام كلها خطيرة اللي عندنا عدد مش ساهل لما تقول ثلاثين ألف ليبي قاعدين في مكان منكوب والاستجابة بصراحة ما كانتش في المستوى من المفترض ان تكون في استجابه عاجله. استجابه الحكومات بصراحه استجابه سيئه. مش في حجم الحدث ابدا كل الحكومات على بعضها من غير من غير تسميه ومن غير تصنيف. الجميع اي واحد يروح مسؤول الان في ليبيا. يبدو أنه ما عندهمش فعلا تقدير حقيقي لحجم الكارثه اللي اللي يشوفوا فيها الان او بلكي ما يشوفوش فيها اصلا ربما منشغلين في اشياء اخرى اشياء ثانيه. كارثه حقيقيه ووضع انساني غير مقبول. اطلاقا من جديد هالنلغات المفروض ما خلوهمش لحد بصراحه كافي كافي فزان والجنوب الليبي كفيه اللي فيه من مصائب كفيه ما فيه هو يعاني من تركه تاريخ تركه سياسيه تاريخيه ثقيله جدا اهلنا اللي في فزان وفي الجنوب الليبي اللي دفعوا ثمن باهظ بسبب انقسام الشرق والغرب ويدفع في ضمن باهظ حقيقي على مستوى سياسي على مستوى امني على مستوى اقتصادي وحتى على مستوى اجتماعي اهو عجينا من كوارث طبيعية عشان تكمل عاد الصورة شيء غير مقبول اطلاقا من جديد نداء للجميع نداء لكل الحكومات ولكل البلديات والمنظمات العمل المدني وللمسؤولين ولغير المسؤولين ولكل ليبيا ولكل ليبي يقدر يعاون يقدر يقدم يقدر يساعد باي شيء لانقاذ ما يمكن انقاذه في غات يا انه هو ما يترددش يا انه هو باسرع ما يمكن الوضع ما اصبح يحتمل اطلاقا الوضع بصراحة كارثي الأوضاع كلها غير صحيحة الآن لازم تكون في استجابة سريعة لازم تكون في مسؤولية تضامنية ونشكر من جديد الآن كل المنظمات العمل المدني وهلال الأحمر وأفراد الهلال الأحمر اللي قاعدين يشتغلوا الآن ويؤدوا في واجبهم الإنساني الشجاع وقاعدين يشتغلوا بقلب رب في القصة هذه هي ونتمنى أن الجميع يعني يمشي في نفس السياق ما أعتقدش ألغينا كل الأخبار اليوم لأنه بصراحة ما فيش شيء أهم من اللي نشوفه فيه الآن إن مدينة ليبيا بالكامل تغرق هذا عاد شيء سابق عاد هذه ما زال ما شفناش ردود أفعال بحجم الكارثة بحجم الحدث اللي قاعد يصير في الغات في جنوب الليبي إلى الآن ما شفناش فعلا استجابة حقيقية نحكو بشفافية نحكو بوضوح الآن الجميع مفروض يكونوا في مسؤولياتهم الآن أي مسؤول ليبي مفروض يكون في حجم مسؤوليته التاريخية والوطنية والأخلاقية الآن أي حكومة ليبية اي حكومه ليبيه شرعيه ولا غير شرعيه المفروض تكون في حجم مسؤوليتها التاريخيه والوطنيه شيء غير مقبول والله وضع وتصلنا في مشاهد وتصلنا في مقاطع وتصلنا في صور والله ما تقدر تشوفها لا يمكن تتكلم تقول الصور هذه في ليبيا اغنى بلد بلد النفط الغني تقدر تتأمل حتى شكل البيوت اصلا حتى قبل الفيضانات كيف كانت هذه كلها تعطيك فرص تعطيك فعلا صورة حقيقية للوضع في الجنوب في فزان تجد والله تقول مش مستغرب فعلا لو كانت تمطر يومين أنت وتغرق يغرق الجنوب بالكامل أوضاع كلها غير صحيحة الآن تركة أخطاء مجموعة أخطاء يتم دفع ثمنها بشكل باهظ الآن فاتورة مفتوحة على الموت وعلى المفقودين وعلى النازحين وعلى المشردين في الصحراء بسبب أخطاء تاريخية عمرها أكثر من خمسين سنة وما زال إلى الآن أي حد يجيك في أي مسؤولية ما عندهاش تقدير حقيقي لشكل الازمه، الازمه اللي قاعده تاخذ في ابعاد اخرى، قاعده تاخذ في ابعاد خطيره جدا الان. من جديد نداء متكرر للجميع من قنوات عبر قنوات وشاشات 218 للجميع اي حد يقدر يساعد ويساهم الان راهو ما فيش اقدس واهم من قضيه اغاثه غات، غات المدينه الليبيه، المدينه المنسيه، المدينه المنكوبه. لا يمكن يكون في شيء اهم الان من اداء واجب وطني. واجب أخلاقي، واجب تاريخي، لا يمكن يكون في شيء أهم إطلاقاً. بالعقل وبالمنطق اللي سائر الآن ما يحتملش أي تأجيل. مفروض إن أي حد وأي جهة الآن تنسى مشاكلها، تنسى قصصها، ما فيش شيء أهم الآن من أن يكون في خط واحد، يكون في طاقات موجهة في اتجاه واحد الآن. في مسؤولية تضامنية، في تكاتف وطني من كل الحكومات، من كل المسؤولين، من كل منظمات العمل المدني. ما في شيء يوحدنا اكثر من اللي صاير الان والله كارثه نكبه حقيقيه اذا تبي تحكي على معنى النكبه الحقيقي هو اللي نشوفه فيه الان في غات هو نشوفه في المصيبه اللي قاعده تصير الان في غات نتمنى ان الرسائل هذه كلها تكون وصلت للجميع سواء المسؤولين او غير مسؤولين قاعدين راهو في وضع استثنائي وغير مسبوق واهل غات والله قاعدين في وضع استثنائي وغير مسبوق ومعقد جدا وضع كارثي اقل كلمه تقال عليه انها كارثي يا في كلمه اخرى تعبر حتى كارثي غير منصفه الوضع اللي قاعد يصير غادي غير عادل بالمره للاسف دهمنا ده الوقت ووصلنا لنهايه حلقه البلاد الليلة وخلوني نذكر من جديد ان غات الان تستغيث فهل من مغيث في غات هل من مغيث هل من حد عنده مسؤوليه وطنيه حقيقيه تاريخيه سواء مسؤولين او غير مسؤولين الان راهو في سباق مع الزمن في سباق مع الخيارات في مدينة غات الليبية ونتمنى لأهلنا كلهم في جنوب ليبيا في فزار في غات نتمنى لهم السلامة ونتمنى أيضا أن يرجعوا المفقودين نتمنى نشوفوا برامج استجابة عاجلة وخطة عاجلة الآن تنقذ ما يمكن إنقاذها من, إنقاذ من غات تحياتي أنا خليل الحاس وأيضا تحيات فريق عمل برنامج بلاد نتمنى لكم أمسية طيبة